فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. نعم، لا تختلفوا، هذا نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم، والمراد بذلك الاختلاف الذي ليس له وجه، الاختلاف الذي ليس له وجه. وأما الاختلاف الذي له وجه وله مستند فهذا سيأتي بيانه إن شاء الله، لأنه سيقسم الاختلاف إلى قسمين: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. واختلاف تضاد، فهذا الذي وقع مع ابن مسعود رضي الله عنه إنما هو من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد. نعم. قال رحمه الله: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع الآخر من الحق. هذا الاختلاف المذموم الذي فيه أن أحد الطرفين يجحد ما مع الطرف الآخر من الحق. نعم. ويحكم عليه بالبطلان مع أنه قد يكون له وجه من الصواب، فالواجب قبول الحق ولو كان مع المخالف، تقبل الحق ولو كان مع من خالفك، لأن قصدك الحق وليس قصدك الانتصار للنفس، قصدك الحق. والله ذم اليهود لما قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، فهم أنكروا ما مع غيرهم من الحق تكبرا وعنادا، وقصروا الحق على أنفسهم وما معهم. فهذا هو المذموم، هذا هو المذموم من الاختلاف، أن تجحد ما مع مخالفك من الحق. لا شك أن مخالفك قد يكون معه حق ومعه باطل، فأنت تقبل ما معه من الحق وترد ما معه من الباطل. أما أن ترفض كل ما معه فهذا لا يجوز. نعم. ثابكم الله. قال رحمه الله: لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأه. نعم، كلا القارئين ابن مسعود والرجل الآخر كان محسنا فيما قرأه، لأنه قرأه كما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعلل ذلك بأن من كان قبلا اختلفوا فهلكوا. والمحسن معناه المتبع، المحسن المتبع معناه المتبع، الذين اتبعوهم بإحسان. والله جل وعلا يقول: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، يعني متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. فكلا القارئين محسن لأنه قرأ بما سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم.